ومعنا من كوفنتري مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. أستاذ رامي أهلا وسهلا بك، لو تعطينا مزيد من التفاصيل حول هذا الهجوم، وما الذي يمنع النظام السوري من الإشارة إلى أن الذين قتلوا هم جنود في النهاية؟ يعني هذا المستغرب، مساء الخير، هذا المستغرب، لماذا لا يتحدث النظام السوري عن مقتل 37 عنصرا من عناصر الفرقة الرابعة كانوا في ذاهبين لقضاء إجازة رأس السنة متجهين من محافظة دير الزور باتجاه وسط سوريا باتجاه حمص، جرى يعني نصب كمين لهم من قبل عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الذين ينشطون بشكل كبير جدا في تلك المنطقة من غرب محافظة دير الزور. كان هناك ثلاث حافلات كبيرة، حافلتين تمكنتا من الفرار من هذا الكمين، حافلة لم تستطع الفرار وقتل 37 عنصرا من الذين كانوا على متن هذه الحافلة بينهم 8 ضباط. النظام السوري يعني يجب عليه أن يقول بأنهم كانوا عساكر، كانوا في إجازة، لماذا قال مدنيين؟ إذا ما قال مدنيين سيكون هناك تعاطف من قبل المجتمع الدولي، المجتمع الدولي لا يأبى لهذا الأمر لأنه يعتبر تنظيم الدولة الإسلامية انتهى، بينما الواقع بأن تنظيم الدولة الإسلامية منذ إعلان ما يعرف بنهاية الخلافة في 24 مارس آذار من العام الفائت تمكن حقيقة الأمر من قتل أكثر من 1221 عنصرا من عناصر قوات النظام والميليشيات الموالية لقوات النظام، بالإضافة لمقتل نحو 145 عنصرا من الميليشيات الإيرانية. لذلك نقول بأن الأمر هو تفضل. نعم اسمح لي أستاذ رامي، ولكن أريد أن أستوضح، يعني تقول بأن هناك حضور لداعش منذ عام، منذ الشهور الأخيرة على الأقل، هناك اختباء في الكهوف الجبال وما إلى ذلك، لوحظ هذا النشاط، والسؤال لماذا لم يتم السيطرة على هؤلاء، هذه المجاميع، هذه الخلايا التي ما زالت تعمل في البادية السورية؟ بشكل يومي هناك غارات من قبل الطائرات الروسية، ولكن نحن نتحدث عن مساحة جغرافية تعادل نصف مساحة الأراضي السورية، وعناصر داعش كانوا يسيطرون في فترة من الفترات على كامل هذه المنطقة، وهل هناك إرادة حقيقية للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية بكامل خلاياه؟ لا نعلم، ولكن الواقع بأن التنظيم بات ينشط بشكل كبير جدا في الأشهر الأخيرة. هناك من أراد إحياء هذا التنظيم لإرسال رسائل محددة، لا نعلم حقيقة الأمر من هي الجهة، ولكن ما نعلمه بأن التنظيم بشكل شبه يومي يشن هجمات في البادية السورية ويتمكن من قتل إما عناصر قوات نظام أو مسلحين موالين للنظام. هناك من يتحدث عن عمليات ثأر تقوم بها ربما الميليشيات الإيرانية في تلك المنطقة، وهو ما أحيا وأعاد كل هذه العمليات التي يقوم بها داعش. ما مدى دقة هذا الطرح؟ نعم، وميليشيات موالية للنظام، يعني التنظيم يريد أرض خصبة، عندما يكون هناك ممارسات بحق المدنيين من قبل الميليشيات الإيرانية، من قبل ميليشيات النظام، سيلجأ البعض لاحتضان هذا التنظيم أملا من تخليصهم من ممارسات النظام أو الميليشيات الإيرانية. الواقع بدون أرض خصبة لا يستطيع تنظيم الدولة الإسلامية الانتشار بشكل كبير جدا في هذه المنطقة. هل نتوقع أي عمليات عسكرية في الأفق أستاذ رامي بالنظر لحجم الخسائر التي رأيناها اليوم؟ نعم، هذه الخسائر طبعا هذه الحصيلة هي الأكبر على الإطلاق منذ انهيار تنظيم الدولة الإسلامية في هجوم واحد لهذا التنظيم، ولكن بعد هذا الهجوم كان هناك غارات للطائرات الروسية، ولكن غارات أين؟ تتحدث عن البادية السورية، عن بادية لا يستطيع الطائرات رصد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية فيها، هناك كهوف، هناك أماكن يستطيع تنظيم الدولة الإسلامية التواري فيها. لذلك نقول بأن المعركة سوف تكون صعبة. هناك منطقة مأهولة بالسكان في شرق الفرات نشاهد بشكل يومي التنظيم يشن هجمات فيها، وهي مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ما بالك أنت في البادية التي لا يوجد فيها مساكن أو يوجد فيها قرى متناثرة في كامل هذه البادية. أستاذ رامي، أيضا هناك الكثير من علامات الاستفهام حول الدعم الذي يأتي لهذه الجماعات المتطرفة، ما الحدائق الخلفية التي يأتي منها الإمداد والدعم حتى تصمد تنظيمات مثل تنظيم داعش في هذه المنطقة؟ عندما انهار التنظيم العام الفائت قلنا بأن التنظيم انهار كمسيطر على مناطق مأهولة بالسكان، ولكن هناك كان في سوريا عشرات آلاف
من عناصر التنظيم. قتل نعم يعني نحو 40 إلى 50 ألف منهم في أقصى حالاتهم، ولكن أيضا اعتقل نحو 14 ألف. أين الآخرين الذين كانوا موجودين؟ هم تواروا واختبأوا. ولكن عندما نتحدث نحن عن يعني اكتشاف خلايا تنظيم الدولة الإسلامية بمناطق سيطرة تركيا، البعض يقول لماذا كل مرة يعني تقوم بحشر تركيا؟ لولا الدعم التركي، لولا الوجود التركي، لولا التجارة مع تركيا، لما تمكن تنظيم الدولة الإسلامية في مرحلة من المراحل من السيطرة على أكثر من نصف الأراضي السورية. شكرا جزيلا لك أستاذ رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، كنت معنا من كوفنتري. شكرا لك.